أجواء. مريم بس ما زلت شايفة كيف تبين. الكثير من الدراسة. الدراسة؟ طبعا هسه رايحين للامتحان. الامتحان الوحيد اللي واثقين ان ننجح فيه. واثقين يعني 100%. متخيلين وصلت 3:15 للبيت، زحامات جدا جدا جدا، واخيرا انتهى هذا اليوم الدراسي. دي سؤال اللي ينامون ومن يرجع من الدوام، انتو شلون تقدرون تنامون وثاني يوم يعني؟ يعني انا قلت بالسبعة نمت، اوكي صليت ونمت، قلت بلكي حتى ثاني يوم يلا اقعد، حرفيا ورا بالتسعة لاربعة انا قعدت، يعني حتى ما نمت. فتعشيت وشفت مسلسل اماتي وهسه حروح انام، محاولة نوم لان ما حعرف انام. فا اي طلعنا من المحاضرة، نقعد ناكل، لازم ناكل. سوالف مرحلة سادسة، حفلتهم قريبة.
بس ثلاثة صاروا أكيد من الأشياء فراودة أو يعني ده هو يسأل عليه يقول بلف يعني والله كيوت ترى أخذوا وش بيكم باعي عليه من الرباطات باعي هذا حلو شوف هذا عود شو اسمه ضاع ما بتصوير باعي من اللون هذا حلو هذا حلو هذا الكشف هذا حلو زين هذا لو هذا 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 مو حلو رجعنا ويا مشترياتنا كثير من المشتريات أشوفكم هاي أول شيء حصريا الدوكة الدوكة هاي إلي كوز داسك احاول اكل جوز اللي يقولون مفيد للذاكره واني هالفتره دا الصراحه ذاكرتي مو كلش جبت فراوله وححط وياها عسل شنو ماما جابت هاي صممتها وصورت لكم فيديو يمكن يوم الثاني او الثالث المهم سويت تصميم توزيعات لانه بعد كم يوم مولد مام المهدي عليه السلام عجل الله فرجه فخلي اشوف لكم التصاميم عن قرب هنا تصميمين فطلعكم كل واحدة من عندها واحدة شلون جنن هاي الصورة ذكاء اصطناعي وان اشتغلت عليها الصورة على مود تطلع بهالشكل وحطيت هذا الشعر وهاي الثانية شوفوا شلون بسيطة بهذا الورد الناعم وهنا كلام عن امام الحجة عجل الله فرجه شو رأيكم انا كلش متحمسة يعني عليه انه يعني انا كلش احب من اصمم شيء وهيجي اشوفه مطبوع كلش افرح يعني فاي هلا أصدقائي مرة ثانية أريد أحكي لكم عن شيء عاجبني أضيفه بالفلوقات وهو جزء إنه أنتم بيه أريد مثلاً أحدد موضوع بكل فلوق وأكتب لكم بتعليق مثبت بحيث أنتم تجاوبوني عنه وبعدين نحط التعليقات مالتكم بالفيديو همينا أسولف عن في التعليق معين يعني حسيت إنه لازم أحكي عنه وهيك فأنتم اقترحوا لي مواضيع تحبون نحكي عنها مثلاً اي شيء سؤال مثلا فاليوم انا موضوعي هو الكتب لانه انا اخر مره نشرت لكم شورت جتني طلبيه كتب كان بالي فد هدف 2024 هو انا اقرا كتب لانه انا صار لي فتره طويله عايفه الكتب يعني صراحه 2023 معتبرتها كانت هي السنه اللي يعني هيك اريدها تكون كلش عشوائيه واعيش بكلش يعني بدون اي تخطيط فكنت ما اقرا كتب جيتي فترات كنت احاول التزم جيتي فترات كنت ما يعني بس حرفيا يومي عباره عن موبايل انا اي شيء اسويه بدون اي تخطيط فاي هسه حسولفكم عن هذا الكتاب فالكتاب هذا حسيت كنت انا حاطت له كلش امل كبير ومن اختارته كنت كلش متحمسه له وكنت متخيله حيعطيني بداية صفحاته فد فكرة جديدة وشي حيعطيني حماس بس للأسف كان مو مثل توقعاتي يعني أنا خلصت حاليا والله كم كبير خلصت 75 ورقة تقريبا نص الكتاب خلصت من تشوفون وحتى الآن ما حصلت فد شي يحمس بالكتاب أريد أرجع أقرأ على مود أكمل الكتب الباقية مر كتاب يمكن ما حبيت قصته يخليني اوقف عن القراءة فهسه ححاول اقعد اكمله وهمينه يعني عادتي يعني تشوفوني ثلاث عادات دا اسوي دا اقرا كتاب ودا اكل جوز ودا اصور فلوق ف Thank you.
وكان يخلص كتاب الأميرة الصغير اللي هو ثاني كتاب هاي السنة. شنو شعور عن هذا الكتاب؟ فشعوري واحد إني أريد ألتقي بهذا الأمير الصغير وأقعد أسولف وياه مثل ما سالف بطل هاي القصة. الكتاب بالبداية أنا جيت أحس معجبني، ليش؟ لأنه جيت حاطة عليه آمال أكثر، بس بنهاية الكتاب أنا حسيت إن الكتاب أوكي هو قصة قصيرة ولطيفة، يعني ما بيها أكثر من هيك ولا معقدة تحتاج فكر كلش هواية. هل تقرؤ؟ اقرؤ صراحة، لأن إذا أنتم مثلا قارئ لكم في كتاب طويل أو أنتم تحبون تقرون أشياء قصيرة فهذا الكتاب يستحق، يعني هي قصة قصيرة 140 ورقة كلش إيزي إنها تخلص حتى بيوم واحد، بس أنا تأخرت بيها. وبس أعتقد هنا هي نهاية فيديو اليوم، و يا لا باي باي، هلا الله وياكم.